يومية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي اليومي الذي ترصد من خلاله وزارة الصحة الحالة الوبائية على عموم التراب الوطني، الحالة الوبائية طبعا الخاصة بانتشار فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنين الأعزاء، هذه نقطتكم الصحفية اليوم لوضعية وباء كوفيد في بلادنا. وتتميز هذه الوضعية بإجراء 571 فحص في آخر 24 ساعة، من بينها 137 فحص تأكد، يعني فحص الأنف والحنجرة، وكانت النتائج الإيجابية من بين هذه الفحوص هي 6 حالات إيجابية. وتتوزع هذه الحالات الست في نواكشوط العاصمة، حالة في دار النعيم، وحالة في القصر، وأربع حالات في تفرق زينة. وثلاث من هذه الحالات هي عبارة عن مخالطين الحالات سابقة، وثلاثة لم تثبت مخالطتهم لحالات أخرى، إذن نعتبرها حالات مجتمعية. أما بالنسبة لتوزيع الفحص على مستوى ولايات الداخل، فهناك 502 فحص، يعني 508 فحوص تم إجراؤها في نواكشوط، من بينها 6 إيجابية. هناك فحص واحد في مدينة في ولاية الحوض الشرقي، 3 فحوص في أدرار، 1 من البراكنة، و6 من نواذيبو، و52 من ترارزة. كلها كانت نتائجها سلبية، يعني في ولايات الداخل، والحالات الستة الإيجابية كلها كانت من نواكشوط. إذن هو مجموع 571 فحص تم إجراؤها، وكانت 6 حالات إيجابية في نواكشوط. أما بالنسبة لحاملي الفيروس، فوصل عددهم 268 حالة منذ بداية الأزمة، ومن بين هذا العدد 15 حالات شفاء، 13 حالات وفاة، و 240 حالات 240 ما زالت تحت الرعاية. معناها بالنسبة لهذه الحالات اللي تحت الرعاية 240، فيها 6 حالات عادية، معناها مصابة بأعراض عادية، و 234 دون أعراض. بونجور شير سيتويان، bienvenue à votre point de presse sur la situation de l'épidémie du Covid de ce jour, le 26 mai. Donc cette situation qui se caractérise par la réalisation de 571 tests durant les dernières 24 heures, dont 137 tests de confirmation à travers un prélèvement nasopharyngé. Ceci a permis de détecter 6 cas positifs, dont 3 cas qui étaient en contact avec des cas précédemment confirmés, et 3 sans lien évident avec de tels cas, et donc on les considère comme des cas communautaires. Ces cas se répartissent, ils ont tous été enregistrés à Nouakchott et se répartissent ainsi qu'ils suivent: un cas à Dar Naïm, 1 au Ksar et 4 cas à Tevrak Zeina. Pour ce qui est de la répartition des tests réalisés, alors on en a réalisé 508 à Nouakchott, dont les 6 positifs. On en a réalisé également 63 autres tests: 1 au Hod Sharqi, 1 à Nadrar, 1 au Brakna, plutôt 3 à Nadrar, 1 au Brakna, 6 à Nouadhibou et 52 au Trarza.
Bien entendu, les tests qui ont été réalisés à l'intérieur du pays sont tous revenus négatifs. Pour ce qui est des cas de porteurs de virus ou des cas de maladies par le Covid, alors nous en sommes aujourd'hui à 268 cas, dont 15 guérisons, 13 décès et 240 cas suivis. Parmi les 240 cas suivis, 6 cas simples et 234 cas asymptomatiques. Sur ce, je voudrais rappeler les mesures de prévention indispensables pour nous permettre de juguler la propagation de l'épidémie, à savoir de rester à la maison, de respecter vraiment les distances requises de pli, d'un mètre, un mètre et demi des autres, d'utiliser les masques et de se laver les mains régulièrement au cours de la journée, et en particulier après le retour à la maison quand on sort sur la rue. إذن أعود أذكر بضرورة الإجراءات اللازمة لتجنب تفشي هذا المرض، واللي هي البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا لضرورة قصوى، وكذلك التباعد الاجتماعي، معناها الحرص على أن يكون كل أحد على أكثر من متر من الآخرين، وغسل الأيدي المستمر بالصابون، وكذلك استخدام الكمامات عند الخروج من البيوت. وشكرا لكم. إذن المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة لتسليط ضوء على الحالة الوبائية في موريتانيا، الحصيلة اليوم هي 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها جميعا في العاصمة نواكشوط، حالة في دار النعيم، حالة في الإقصر، وأربع حالات في مقاطعة تفرغ. جيلي وستسيل وجاجيبوال وفي الهشوب كل من ماكانتاي وكيباتشو، هنا بيجيلي في الكرة الماضية، ولكن احتساب تسلل على مبكر بيجيلي المهاشم.